سلام، مرحبا بكم في قناتي. في هذا الفيديو راح ننتقل للعصر الثاني اللي هو ثلاثينيات. راح نستوحيو منه ثلاث تصاميم تكون مجددة وعصرية. وقبل ما نبدأ الفيديو نتاعنا، لأول مرة يشوف في القناة ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. في الثلاثينات رجعت الأنوثة، كانوا يلبسوا تصاميم يبرزوا بها منحنيات الجسم، وفي التصميم تاعي راح نعتمد على هذا المبدأ وراح نصمم فستان يكون ضيق. وكانوا في الثلاثينات يستوحيوا التصاميم تاعهم واللبس متاعهم من نجوم السينما، كانوا يلبسوا فساتين تكون لماعة ومعقصات للظهر. على هذيك أنا في الفستان تاعي في الجزء العلوي تاعو راح يكون أكل لماع، راح يكون كول باتو ولكن كبير ويكون لماع ويكون قصير. في الثلاثينات كانوا يروحوا للعمل لابسين جيب سامبل واصل تقريبا للركبة، ومن الفوق يكونوا لابسين شيميزي ولا فاست. وعلى هذا المبدأ راح نصمم التصميم الثاني.
التصميم الثالث راح يكون عبارة على كول درابي، والقطعة الثانية راح يكون جوب شبه ضيق ويكون طويل، شبه ضيق ماشي ضيق طول، شبه ضيق. وكإكسسوار مهم في عصر الثلاثينيات كانوا يلبسوا مع اللباس تاعهم يضيفوا له قبعات ولا قفازات. انا في التصميم تاعي راح نضيف قفاز. كملنا التصاميم في ثلاثة، دوكا نروحو نبداو في التلوين. في التصميم الأول لاجيب راح نلونوها بالنوار ويكون متدرج حتى يوصل لجري، يعني من فوق نوار ومن تحت جري يعود متدرج، في النص يكون متدرج بيناتهم. والقطعة العلوية راح نلونوها عندي ستيلو جري يلمع، راح نلونها به. هذه المرة البشرة تاع المانكن تاعنا مش حنديرها كيما مالفا، مفلونها بلون البني فاتح. بهذه المرة راح بغيت نخرجها على اساس تكون سمراء، يعني بشرتها تكون داكنة، خيرت البني الغامق ولونها به.
التصميم الثالث لاجيب راح نلونها بستيل لون الجري اللي يلمع وراح نلونها به اكل والكول باتون تاعنا راح نلونه بالجري ومن بعدها نحكم بالوان القواش باللون الجري ثان يعني خلطت بين اللون الاسود واللون الابيض فتحته بالابيض حتى نعاد جري ونحدد به الحدود تاع الكول باتون تاعنا. القفازات راح تكون بالنوار واما البشره نتاعها راح تكون باللون الفاتح ومع شعر اصفر. تصميم ثالث لا جيب راح نلونها باللون الازرق واللون هذا انا ما عنديش خلطت بين اللون الازرق الغامق اللي عندي والابيض وعندي لون ازرق فاتح خلطتهم في ثلاثه باش خرج لي هذا اللون اللي كنت باغياته. ولاشيميز نتاعي هي جري فيها مربعات يعني غير حنحدد برك المربعات مش حنلونها كامل والقميص اللي من تحت راح يكون لونه ابيض. اما لون الجسم نتاعها راح نلونه ثاني حتى هو باللون البني الفاتح اللي عندي. وصلنا لنهاية الفيديو. رسمنا ثلاث تصاميم مستوحين من حقبة الثلاثينيات مع لمسة عصرية. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعطيوا الفيديو جام وتبارتاجيوه باش يوصل الناس الكل وخليوا لي رايكم في الكومنتار وما تنسوا تتابعوني على صفحتي في الانستغرام حتى يا حنخليكم رابطها أسفل الفيديو. سلام.